ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، كيف تقرأ هذه الزيارة في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين؟ يعني هو صربيا ورثت العلاقات اللي كانت بين مصر وبين الاتحاد اليوغوسلافي، يعني معظمها، يعني لأن طبعا يوغوسلافيا تقسمت إلى عدة دول، موجود صربيا والبوسنة والهرسك وسلافيا، وموجود أيضا كرواتيا والجبل الأسود. لكن صربيا يعني احتفظت بميراث معظم ما كان بين مصر من علاقات تجارية واقتصادية وثقافية وتعاون في المجال السياسي، أيضا باعتبار أن يعني مصر وكان يوغوسلافيا من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز، واللي ما زال لها دور ولكن تطور إلى دور بيركز على الجوانب التجارية والاقتصادية ونقل التكنولوجيا وليس استئجارها. فبالتالي التنسيق بين الدولتين بيأتي في إطار منطقة البلقان، أيضا يعني عاشت فترة حروب بالذات بين الأقاليم اليوغوسلافية، فلديهم خبرة بمسألة كيفية إنهاء هذه الصراعات وأيضا تقديم المساعدات بالذات على ضوء ما يحدث في قطاع غزة، ويدركون تماما مدى المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن مصر بتقدم كل ما تستطيع من جهود سواء في المجال السياسي أو في تقديم المساعدات أو في إعادة فتح المعابر أو وقف إطلاق النار. فمن هنا في تنسيق ليكون في تعاون في المنظمات الدولية سواء في الأمم المتحدة أو مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز اللي موجود في نيويورك، والتشاور باستمرار في هذا المجال. نعم سعادة السفير، يعني ماذا يعني ترقية مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ضوء اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة بلغراد منذ تقريبا سنتين وحصوله على وسام الجمهورية الصربي؟ وتعلم بأن هذه الزيارة كانت هي الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ 3 عقود. هو يعني رفع مستوى العلاقات بيبقى على أمل أن تزيد في الاستثمارات المشتركة من ناحية، لأن ده عامل مهم الآن في توثيق العلاقات الدولية، لأن الاستثمار المشترك بيكون له صفة الديمومة، بيستمر فترة طويلة وإن ما كانش بيستمر على طول، وده أيضا بينمي العلاقات التجارية على أساس إدخال ما يخص الانتاج او تصدير انتاج هذا الاستثمار المشترك. دي من ناحيه. من ناحيه اخرى ايضا السياحه، معروف ان مصر مقصد سياحي سواء للسياحه الشاطئيه او للسياحه الثقافيه. ايضا بالنسبه للتبادل التجاري، امكانيه زياده التبادل التجاري، خاصه ان مصر تريد في المرحله القادمه انها تركز على الانتاج الصناعي لزيادة الصادرات لتخفيف ما هو قائم من عجز في ميزان المدفوعات. أيضا بالنسبة للتشاور السياسي، التشاور السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن بدون الأمن والاستقرار ده عدو الاستثمار. أيضا بالنسبة لمكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، تنقلاتها وأموالها والأماكن اللي بتتدرب فيها، خاصة أنها الآن أصبحت عابرة للحدود، تنتقل من إقليم إلى إقليم ومن دولة إلى دولة، فبالتالي بتحتاج إلى شبكة من رصد تحركاتها بين الدول المختلفة. أيضا الهجرة غير الشرعية، يعني الدول اللي كانت بتسمى شرق أوروبا ومنها صربيا لا ترحب بالهجرة، يعني سواء هجرة عادية أو هجرة غير شرعية، فبالتالي بيبقى في تعاون بالذات في الهجرة غير الشرعية، لأن ليس لديها مجال لاستقبال هؤلاء المهاجرين.
هناك إرادة مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون بين البلدين، خصوصا أن كان هناك العديد من حلقات النقاش في منتدى الأعمال المصري الصربي، وأيضا الحديث عن اتفاقية للتجارة الحرة مزمع توقيعها قريبا؟ يعني في تصوري ممكن إدخال بعض الشركات اللي موجودة في صربيا شركاء مع شركات مصرية، سواء قائمة أو يتقوم إنشائها لإقامة بعض الصناعات، سواء صناعات خدمة الزراعة أو صناعات خفيفة أو متوسطة. بالتالي ده هيكون مجال للتعاون، هم عندهم خبرة في هذا المجال. أيضا بالنسبة للتعاون في مجال التكنولوجيا، مصر أصبح لديها خبرة في مجال التكنولوجيا، وبالتالي كل ما بيتقارب المستويين ده بيساعد على التعاون في مجال البرمجيات ومجال التكنولوجيا وتطوير التقنيات المختلفة ليها. في مجال أيضا التعليم ممكن أيضا تبادل البعثات التعليمية، على أساس أن كل دولة بيبقى لها نظام تعليمي له مميزات معينة، فبالتالي ممكن تبادل البعثات، خاصة صربيا من الدول أيضا اللي بتهتم بأن يكون لديها خبراء في منطقة الشرق الأوسط ويجيدون اللغة العربية، فهنا أيضا ممكن تبادل البعثات والمنح في هذا المجال. أيضا صربيا لديهم يعني جالية إسلامية لكن محدودة، يعني بعد ما حصل فيه انفصلت البوسنة والهرسك، لكن ممكن ايضا التعاون مع الازهر في البعثات، باعتبار ان الازهر يعني من المؤسسات اللي بينظر اليها في العالم على انها بتنهج منهج اسلامي الوسطي. نعم نعم نعم. التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الواردات وايضا الصادرات بين البلدين في الفترة السابقة، كيف يمكن البناء على ذلك من خلال طرح المزيد من شركاء التعاون من خلال الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة؟ هذا يتوقف على القطاعات المصدرة في مصر. هل هذه القطاعات لديها إمكانية لزيادة تعاقداتها على صادرات معينة، سواء في ما يتصل بالمنتجات اللي هي التحويلية، يعني المعلبات والفواكه والخضروات وغيرها، أو من بعض الصناعات المتوسطة التي لها ميزات معينة، وإحنا لدينا صناعات في هذا المجال، هل لدينا فعلا في فرصة لفائض لتصديره وما يكونش في بديل له في يوغوسلافيا؟ والعكس صحيح ايضا، استيراد من يوغوسلافيا بعض السلع بشروط تجاريه معينه او باسعار تنافسيه مع نزلائها في الدول الاخرى. ايضا بالنسبه اللي احنا لدينا مفروض منسوجات يعني متميزه، بالذات في المنسوجات القطنيه. يعني مصر مشهوره طول عمرها بالمنسوجات القطنيه، و منذ زمن يوغوسلافيا ما كانت الاتحاديه، الصربي عندهم فكره عن هذه المنتجات، ولدينا في القطاع الخاص او في بعض القطاع الحكومي موجود صناعات للمنسوجات والملابس الجاهزه متميزه وباسعار يعني اقل بكثير من الدول الاوروبيه. نعم، الحكومة المصرية أكدت الاهتمام بتعزيز التعاون مع كافة الشركات الصربية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين. كيف يمكن تفعيل هذا التوجه على أرض الواقع، خصوصا أن صربيا بتنظر إلى مصر بأنها بوابة للعمق الإفريقي؟ يعني إحنا علينا في الحقيقة واجب عاجل وسريع أن إحنا نحل مشكلة الطاقة دي، هتفتح المجال للشركات الصربية وغيرها. أيضا إذا كان هناك في بعض الثغرات، سواء في الجمارك أو في العمليات الإدارية الموافقة على المشروعات أو موافقة على الاستثمار، هذه العمليات لابد أنها بسرعة عن طريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المختلفة، وزارة المالية، وزارة الطاقة والكهرباء، بسرعة يتم حل هذه الإشكاليات، لأن ده بيمثل يعني بيبقى المستثمر حذر. فلدينا خبرة مع الدول اللي لها استثمارات، نشوف ماذا كانت تطلب و
وما هي بعض المعوقات التي كانت تشكو منها، وإزالتها بأسرع ما يمكن، لأن أحيانا بيكون تراكم القوانين، يعني بيطلع قانون جديد ولكن القانون القديم بيظل في ذهن الموظف، فبيضطر ان هو يختار يطبق القديم او الجديد. هذه العمليه لابد ان تحسم تماما، يتم القضاء عليها عن طريق السلطه التشريعيه. السلطه التشريعيه لابد ان تصدر كل قانون تقول ويلغى كل ما قبله تماما، والوزاره تلغي كل النشرات وكل ما يخصه، لان يعني دي فعلا احد العقبات، مش بس بالنسبه لصربيا او لا، ده بشكل عام وحتى للمصريين، للمستثمر المصري ايضا. بالنسبه ل اذا كان في عقبات في تحويل العائدات اللي هو صرف الربح، يعني هو في اي شركه بتعمل عقد بيبقى في من حقها انها تحول صافي ربحها بعد تسديد الضرائب وكل التزاماتها الداخليه، بيبقى لها صافي ربح، بيبقى في شرط انها تحوله. فلابد ايضا ان البنوك الجهاز المصرفي يكون جاهز للتحويلات بسرعه. افراج من الجمارك عندنا اصبحت مشكله، يعني دي ايضا لابد من سرعه حلها. هو توجه الحكومه الجديده بصراحه هو الاهتمام بالاستثمار والاقتصاد في المقام الاول وتشغيل المصانع، ولكن ننتقل الى نقطه اخرى وهي منتدى الاعمال المصري الصربي المشترك. الحقيقه قام بدوره في بحث تنميه العلاقات والتطرق لمقترحات تسهيل منظومه التجاره الثنائيه. الى اي مدى هيسهم ذلك في دفع العلاقات الثنائية، ودور هذا المجلس وهذا المنتدى في الوصول إلى أكبر يعني شراكة ممكنة أو استثمارات ممكنة ومتبادلة بين مصر وصربيا؟ يعني ده بيعتمد بالدرجة الأولى أن الجانب المصري من رجال الأعمال وقطاع الأعمال الحكومي أن هو يستمع إلى الطرف الآخر ويأخذ كل ما يقوله بمنتهى الجدية، وأيضا المستثمر المصري لأنه هو المرشد للمستثمر الأجنبي. يعني خارج الاجتماعات الرسمية بيبقى فيه دايما لقاء، في سواء في حفل استقبال أو في عشاء، وهنا بيبقى فيه المصارحة. فالمستثمر المصري هو المرشد والجاذب للمستثمر الأجنبي، فبيبقى لهم اسئله معينه في الحاجات اللي انا اشرت اليها، النظام الاداري، النظام القانوني، الضرائب. فلازم يكون ملم بكل هذه النقاط، الضرائب المباشره وغير المباشره، لان ده ايضا عبء على المستثمر المصري، فهيكون عبء على المستثمر الاجنبي. فهنا لازم احنا ما يبقاش الضرائب هي يعني عامل مصدر اساسي من ميزانيه الدوله، وانما لابد ان احنا نبحث عن الصافي الربح للصناعات، صافي الصادرات، كل هذه الامور تخفف تدريجيا، بالذات الضرائب غير المباشره. يعني هو الصانع ما بيعانيش من الضرائب المباشره قدر ما بيعاني من الضرائب غير المباشره. زياده اسعار الرسوم، زياده اسعار ان هو يجدد ترخيص او فدي كلها المستثمر سواء المصري او الاجنبي بيبتدي يتكلم فيها، بيتكلموا مع بعض بصراحه. نعم، سعادة السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك، كل الشكر.